أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: الحية عند قتلها في الصحراء أو في داخل المدينة، هل تنذر قبل قتلها أم تقتل مباشرة؟ الحية في الصحراء تقتل، لكن حيات البيوت، حيات البيوت التي تعيش في البيوت، هذه هي اللي فيها تفصيل، لأن بعضها قد لا يكون حية، قد يكون من الجن ويتشكل بشكل حية. جنان البيوت لا تقتل حتى تنذر أنها قد تكون من الجن. نعم. أما في الصحراء هذه تقتل. نعم.